نكمل تطبيقات البايثون مع المايكرو كنترولر. نفتح نفس الفولدر اللي اشتغلنا فيه في الفيديوهات السابقة. أول شي نفتح الدائرة طبعا نفس الدائرة ما غيرنا فيها شيء. نفتح الكود حق السي آخر شيء اشتغلنا في الـ test function اللي هي إذا تم الضغط على الزر الموصول بمايكرو كنترولر يعرض عندي في الـ UR terminal اللي هو اسم الزر وإنه تم الضغط عليه. بعدين أسوي new line والcarriage return، وهنا عندي delay عشان أتفادى مشكلة الديبونس لما أضغط السويتش. طبعا احنا ما راح نشتغل مع الأسرار، وايضا سوينا هذه الدالة اللي اقدر ارسل تكست من برنامج البايثون واعرضه في ال LCD، واذا تلقيت هذا الامر احذف مستوى محتوى ال LCD. فالحين راح نسوي تطبيق ثاني. نفتح ملف البايثون، نمسح هذا الكلام، فنحن نبغى نسوي تطبيق نشرح فيه بعض أساسيات لغة البايثون زي الليست أو الأري واللوب والاف ستيتمنت. فراح نوضح هذه الاشياء ان شاء الله في هذا الفيديو. فراح نركز على تطبيق يجمع هذه الاشياء ان شاء الله. ففكرة التطبيق راح يكون عندي اني ارسل اللي هو الاون والاوف حق ال LED اللي موصول بالمايكرو كنترولر من خلال البايثون سكريبت، يعني برنامج بلغة البايثون يتحكم لي بإطفاء وتشغيل الليد الموصول بمايك كنترولر على حسب الزمن اللي أنا أحدده. يعني أخلي المستخدم في لغة البايثون يحط عدد مرات اللي هو الأون والأوف ويحدد الزمن، ومن خلال هذه المعلومات يتم التحكم بإطفاء وتشغيل الليد عن طريق لغة البايثون. نيجي نسوي هنا دالة هنا عندي راح استقبل متغير واحد اللي هو يكون عدد التكرار، اسمي كاونتر. طبعا راح نحتاج اللي هو امر الديلي او التأخير، فنستدعي هذه اللايبرري من البايثون from time، يعني من اللايبرري حق التايم
راح نستدعي sleep اللي هو delay أو تأخير. نيجي نسوي كومنت. طبعا لما نسوي كومنت في البايثون هاش بعدين نكتب الكومنت، او في طريقة ثانية اسوي علامة تنصيص 3 مرات بعدين اكتب بعدين اسوي نفس الشيء 3 مرات اللي هي single quotation. طبعا هذه اللي هي الهاش اذا كنت في نفس اللاين، مثلا نفس اللي في السي سلاش سلاش بعدين اكتب الكومنت. وهذه عندي نفس الطريقة اللي نسويها في السي اللي هي اذا كنت ابغى اكتب يعني كومنت لا في اكثر من سطر، هذه نفس التعليم اللي موجود هنا. بعدين نقفل في السي بهذه الطريقة. لو نجي هنا نلاحظ نفس هذه الطريقة، لو عندي كومنت طويل باراجراف كامل اقدر احط النص عندي بين هذه العلامتين اللي هي سلاش استريكس او سلاش نجمة، بعدين اقفلها بنفس الطريقة. نسوي كومنت سير كوميونيكيشن اوكي. نرجع للدالة عندي هنا راح نسوي مصفوفة او ليست يكون فيها الزمن اللي راح نتحكم فيه باللد، نسميه delay list، نحط عناصر المصفوفة عندي 1 و2. طبعا هذا راح يمثل عندي الزمن، عندي عنصرين في المصفوفة نقدر نزيد طبعا اي عدد. اوكي نحن راح نخلي قيمتين في الاري، العنصر الاول الاري 1 والعنصر الثاني 2. اوكي طبعا هذا الاندكس 0 وهذا الاندكس 1، فهذا عندي الديليلس اللي هو الاري اللي راح اخزن فيه قيمة الزمن. يعني كذا الاندكس الاول للاري بيكون 1 سكند والثاني عندي 2 سكند. اوكي فكذا عندي اعرف المصفوفة في بايثون. بعدين بيكون عندي فلاج راح يفيدني في عملية التحكم. مبدئيا بخليه قيمة بواحد، بعدين راح ابدل القيمة على حسب اللوب. بعدين راح يكون عندي كاونتر، اعرف كاونتر اخلي الانيشال فاليو بزيرو. بعدين عندي هنا ابى اتاكد من القيمه اللي ارسلها المستخدم اللي هي الكاونتر، اذا كانت في الرينج عندي في المدى اللي انا حددته اشتغل في البرنامج، واذا كان غير كذا اعرض رساله ايرور. فعندي كذا بنستخدم الاف ستيتمنت، اف كاونتر اذا كان اكبر من 5. طبعا انا عندي الرينج هنا بحطه يعني امر التكرار للتحكم بالاون والاوف بخليه له 5. طبعا نقدر نحط اي رقم ولكن راح اخليه ب5. اذا كان قيمه الكاونتر اذا كانت قيمه الكاونتر اكبر من 5 وش نسوي؟ نعرض رساله ايرور.
نقول إن قيمة الكاونتر لابد إن تكون أقل من 6. بعدين عندنا التعليم exit اللي راح تطلع من اللوب، أو راح تطلع عفوا من ال من الاف، يعني راح يطلع من البرنامج، يعرض لرسالة ايرور راح يطلع. عندي ال else شرط ثاني، اذا كنا بنستخدم طبعا عندي في البايثون، اذا كنت بسوي else if فسوي التعليمة ELIF else if، حط الشرط الثاني يعني إذا ما كان أكبر من 5، الشرط الثاني إذا كان أقل أو يساوي الزيرو. عرض هنا رسالة، هنا احط رسالة تحذير او تنبيه، لابد ان القيمة تكون اكبر من زيرو، يعني باختصار ما يكون نيجاتيف. بعدين عندي في الحالة الاخيرة اذا كان غير كذا احط الالس، يعني ان القيمة في الرينج قيمة الكاونتر. وش اسوي؟ راح اسوي while loop على عدد الكاونتر اللي حط المستخدم، يعني اسوي لوب على العدد اللي حط المستخدم اللي هي الاون والاوف قيمة الكاونتر، اخلي اللوب يشتغل، يعني يرسل لي امر التحكم بالليد للمايكرو كنترولر. فنحط while ونحط الشرط حق الوايل اللي هو عدد التكرار. طبعا عند السي ان تي متغير بيمثل كاونتر حق الوايل لوب، حطيت قيمة مبدئية بزيرو، وال سي ان تي less than what الكاونتر، لأن نحنا راح قلنا الكاونتر هو اللي راح يحدد عدد تكرار للتحكم. طبعا نحذف تعليمة الباس ما نحتاجها هنا. بعدين عندي داخل الوايل لوب راح استخدم الفور لوب. فكده شرحنا كيف اقدر اعرف array او list، استخدم الاف statement، الوايل لوب طبعا ما كملنا لسه راح نكمله، وبعدين الفور لوب. فننزل هنا عندي طبعا قبل ما نبدأ الوايل لوب راح تكون وظيفتها ان تعيد لي عدد التكرار اللي حط المستخدم للتحكم الليد الموصول بالمايكرو كنترولر. حلو. والفور لوب راح استخدمه عشان اتنقل بين عناصر الليست او المصفوفة اللي موجودة هنا. بامكاننا نستخدم الوايل لوب، ولكن احنا راح نتكلم عن الفور لوب عشان مرة واحدة نشرح الاثنين. عندي فور، نختار اي اسم للكاونتر او الاندكس اللي راح نستخدم عشان نسوي اكسس للليست، مكتوب ديلي اندكس، يكون اسم واضح عشان نفهم معنى الكود، هذا الاندكس اللي راح يتنقل بين عناصر مصفوفة حق الليست. ان طبعا هذه التعليم وش راح تسوي؟ راح تخلي هذا الشيء يسوي اكسس ان الليست اللي حطينا اللي هو delay list. فكده عندي فور لوب راح استخدم الاندكس على اساس ان اسوي اكسس القيم اللي موجودة عندي في الليست. بعدين اشوف الفلاج، فلاج ايكول 1، طبعا هو مبدئيا نحن قلنا ان
يساوي واحد، فكده نحن أجبرنا البرنامج في البداية إنه يسول التعليم حق إذا كان الفلاج 1. إيش راح نسوي؟ راح يرسل الليد أون للمايكرو كنترولر. إذا كان الفلاج بواحد راح أرسل تعليمه يسوي لي أون للمايكرو كنترولر، للليد اللي موصول بالمايكرو كنترولر. فنسوي نفس الكلام اللي شرحناه في الفيديوهات السابقة، راح نسوي أكسس للسيريال كوميونيكيشن تعليمة رايت، راح نرسل led one يساوي on أو أي أمر نبغى نكتب عشان نشغل ال LED. ولكن المهم إن لازم في المايكرو كنترولر نعرف إن هذا الشيء راح يشغل ال LED. نبحث عن هذا النص في البفر حق ال UART ونسوي نفس الكلام اللي شرحناه في الفيديوهات السابقة. راح نسوي هذا الكلام إذا خلصنا من البايثون سكريبت. بعدين عندي راح أسوي نيو لاين، بعدين إذا خلصت من أمر تشغيل الليد راح أسوي ريسيت للفلاج. بعدين لا ننسى شيء مهم اللي هو أمر التأخير. طبعا أمر التأخير راح يكون قيمة الاندكس حق الأري، أو طبعا قيمة الاندكس حق الأري قلنا بيتنقل في عناصر مصفوفة، يعني مرة بيكون بواحد مرة بيكون اثنين، وإذا حطينا إذا زدنا الليست بأعداد راح يمثل هذه القيم. فنحن إذا حطينا الاندكس حق الأري ديلي ليست ديلي اندكس سوري، فهذا وش راح يسوي؟ راح يجيب لي القيمة الموجودة في الليست. فأنا اخترت أمر التأخير أو زمن التأخير بالقيم الموجودة هنا، يعني مرة يعني بيخليه on لمدة ثانية و off لمدة ثانيتين. هنا عندي else، يعني إذا كان الفلاج بزيرو راح يرسل لي أمر الأوف، نفس الكلام اللي حطيناه فوق. لكن هنا نحط led one يساوي off. بعدين نسوي new line، بعدين لا ننسى نرجع قيمة الفلاج نخلي بواحد. فالفكرة وش ان اسوي الفلاج اذا كان بواحد اسوي اون، بعدين اصفر هنا على اساس انه يدخل هنا ويسوي باوف، ثم يرجع ثاني مرة، وهكذا عشان اسوي التوجل اللي هو الاون اوف. بعدين نسوي الديلي اللي هو الديلي اندكس من الليست. فكده خلصنا عندي اللي هو الاون والاوف داخل الفور لوب. طبعا هذا الكلام كله داخل الفور لوب. طبعا زي ما قلنا الفور لوب داخل الوايل لوب، فكده لازم نزيد الكاونتر اللي هو السي ان تي حق الوايل لوب واحد عشان تستمر عندي الوايل لوب. فالسي ان تي يساوي القيمة الحالية زائد واحد. فنجي نشرح البرنامج بشكل سريع. عندي دالة قلنا راح نستقبل فيها قيمة الكاونتر اللي هي قيمة تكرار الاون والاوف في المايكرو كنترولر. بعدين عندي الليست حطيت فيه قيمة اللي هو الزمن التأخير عندي أو الديلي. أول عنصر المصفوفة 1، عنصر الثاني 2. فنقدر نتخيل إن هذا 1 second
بعدين عندي الاوف 2 سكند، بعدين عندي فلاج حطيت قيمته بواحد، والسي ان تي اللي هو الكاونتر حق الوايل انيشال فاليو بزيرو. بعدين اتاكد ان القيمه ما تكون اكبر من 5، يعني اقصى شيء نبي نحن 5 مرات يتم تكرار الاون والاوف. فاذا كان اكبر من 5 اعرض رساله ايرور ان الكاونتر لابد ان يكون اقل من 6. بعدين عندي الصف اذا كان اقل او يساوي الصفر لابد ان اعرض رساله، يعني لابد ان القيمه تكون اكبر من 0. نكتب كاونتر، قيمة الكاونتر لابد انها تكون، يعني ما يكون نيجاتيف. اما في الشرط الاخير ان القيمة عندي في الرينج اللي انا حطيته، فعندي وايل لوب راح يتم يعني تنفيذ ما بداخل وايل لوب لين ما القيمة لطالما بما ان القيمه اقل من الكاونتر اللي السي ان تي راح تستمر عندي الوايل لوب. طبعا كل مره نزيده بواحد عشان يستمر عند اللوب. هنا عندي الفور لوب، وان وظيفته انه راح تسوي لي اكسس لقيمه الليست اللي هي فيها الديلي. اذا كان فلاج بواحد راح يرسل لي اللي هو ال اي دي اون، بعدين راح يصفر الفلاج، بعدين قلنا السليب او الديلي راح تكون قيمته على حسب قيمة الليستة الحالية اللي هي اما 1 او 2 اللي هي ثانية وثانيتين. بعدين else يعني الفلاج بزيرو، امر اطفاء ال LED. بعدين نسوي set الفلاج نرجع بواحد، بعدين لا ننسى قيمة الديلي للأوف. يعني باختصار وظيفة البرنامج انه يسوي لي اون واوف على حسب ما يحدد المستخدم باستدعاء هذه الدالة. بعدين راح يسوي لي اون للليد لمدة ثانية واوف لمدة ثانيتين على حسب قيمة الكاونتر. هنا لا ننسى نستدعي البرنامج اللي هو توجل ونرسل القيمة للدالة، نحط 3، يعني كده 3 مرات راح يسوي اون اوف. نسوي سيف، نيجي نجرب هذا الكلام، نوصل برنامج البرنامج اللي كتبناه مع اي برنامج يسمح لاني اشوف تبادل بيانات بالسيريال زي برنامج الباتي. طبعا عندي موصل برنامج البايثون في الكوم 2، فكده لازم استخدم الكوم 1. نحدد السرعة تكون نفس البود ريت اللي موجود في برنامج البايثون. طبعا لا ننسى قبل هذا الشيء لابد ان نكون نسوي يعني توصيل بين المنفذين، شرحنا هذا الكلام في الفيديوهات السابقة. فأجرب أسوي تشغيل، لو تلاحظون توقف عند البرنامج بعد 3 on off. نجي نحسب، هذه أول on off، وهذه الثانية، وهذه الثالثة. فهذه فكرة التطبيق عندي. نجي نجرب هذا الكلام في المايكرو كنترولر.
راح نكتب الكود بلغة سي للمايك كنترولر على أساس إني أقدر أجرب التطبيق على اللدات اللي سويتها. هنا اللي عندي الانفينيت لوب، راح نكتب البرنامج مشابه للتطبيق اللي قبل اللي هو ارسال بيانات ال LCD، ولكن نحن وش راح نسوي؟ اذا لقينا الامر راح نتحكم، طبعا اذا جاني الاون او الاوف من البرنامج البايثون راح اسوي توجل للليد. فنجي نسوي هذا الكلام من جديد عشان يعني نفهم الطريقة. نسوي اي دالة نسميها اي اسم، مثلا توجل ليد، اوكي. بعدين قلنا لازم اشيك ان هل تم استقبال بيانات عندي ولا لا من خلال هذا الفلاج اللي هو الداتا ريدي. اذا كان البيانات عندي جاهزة، فاجين وش اسوي؟ استخدم الدالة اللي استخدمناها فالدرس اللي قبله، ابحث في سيريال بفر عن التكست اللي ابيه. في هذه الحاله نحن نبي اما اون او اوف، نحن حددنا هذا الكلام في لغه البايثون LED1 يساوي اوف، عفوا اون او اوف. بعدين نحدد وظيفه الاون والاوف في المايكرو كنترولر. عندي هنا F STR STR، قلنا هذه راح تسمح لي اني ابحث في السيريال بفر. قلنا السيريال بفر عندي في المايكرو كنترول اللي هو RX بفر، اوكي. بعدين نكتب التكست اللي نبحث عنه. في هذه الحالة عندي LED on LED 1 on. إذا لقيت هذا الشيء راح أشغل الليد. نختار أي ليد، طبعا نحن عندنا هنا 3 ليدات وصلنا لو تذكرون في بداية يوم بنينا الدائرة في البداية. نختار أي ليد، مثلا ليد 1 يساوي 1، نرسل لوجيك 1 لل البن الموصول في الليدي 1 عشان يسوي اون. بعدين لا ننسى نسوي ريست للبفر. هنا عندي ننسخ نفس هذا الكلام عشان نسوي للأمر الثاني اللي هو LED off. ايضا ننسخ نفس هذا الكلام، نغير نحط اللوجيك 0 عشان يطفي ال LED. هنا عندي في الانفينيت لوب لازم نستدعي الدالة. فكده عندي، نشرح الدالة بشكل سريع. عندي أول شيء أتأكد هل تم استقبال بيانات عندي في السيريال بفر. إذا كان البيانات عندي جاهزة وش أسوي؟ أبحث عن الأمر اللي هو LED1. إذا استقبلت هذا الكلام وش راح أسوي؟ راح أشغل الليد، بعدين أسوي ريست للبفر. في الحالة الثانية
إذا جاء عندي LED off راح أطفي LED، بعدين أسوي ريست البفر، أسوي build. هنا حددنا ثلاث اون اوف ثلاث مرات، نيجي نشغل الدائرة. طبعا لا ننسى في خطأ، لأن برنامج الباتي موصول بالبايثون، فنقفل هذا الشيء. توقف عند ثلاث مرات، نجي نجرب نغير القيمة نخليه خمس مرات. واحد، اثنين، ثلاثة، والرابعة الحين الأخيرة هي الخمسة، بعدين يوقف. فهذه فكرة التطبيق عندي. لو نيجي نحط أي قيمة مثلا عشان بس نشوف رسالة الإيرور، قلنا إذا كان قيمة أكبر من خمسة أو أقل من زيرو أو تساوي الزيرو راح يكون عندي إيرور. فلو نيجي نحط مثلا ستة مباشرة يقول لي counter should be below 6. لو احط 0 ايضا يقول لي لابد ان القيمة تكون اكبر من 0. فهذا عندي التطبيق، بسيط جدا، ما سوينا اشياء معقدة، ولكن الفكرة كانت ان كيف اقدر استخدم الفانكشن والليست والاف ستيتمنت والوايل والفور لوب في برنامج البايثون.